الآن في الرقية نحن نوصي الرقاة عامة كل من يريد أن يرقي نفسه لا ينسى آية الكرسي أن يقرأها. نعم. سأحدثك بهذه القصة حدثني بها الشيخ عبد الله القصير حفظه الله. حفظه الله. قال جاءني رجل فقال يا شيخ أنا زوجتي مدرسة سقطت على زميلاتها في المدرسة صرعت فاتصلوا به فجاء إلى المدرسة وحملها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى فحصوها فحصا كاملا قالوا زوجتك ليس بها أي مشكلة أخذها إلى البيت وعلم أن الذي أصابها شيء من المس يقول لما جاء إلي قال لي ماذا أفعل يا شيخ يقول قلت له لا تذهب إلى أحد أنت ارقي زوجتك قلت بما أرقيها قال بآية الكرسي الله. فرجع الرجل إلى زوجته قال فأخذت أقرأ عليها آية الكرسي إلى أن وصلت 150 مرة سبحان الله وأنا أقرأ متواصل لا أفتر أبدا الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى أنتهي ثم أعيد مرة أخرى فلما وصلت إلى قريب 150 صرخ من بها سبحان وقال الله. قتلتني قتلتني أو كلمة النحو سبحان الله أي والله يقول فقلت والله لا أحرقنك بهذه لماذا تدخل في زوجتي فقال كذا إلى آخره ثم يقول عاهدني وخرج فقامت ما الذي ماذا بي وهي قد أخذت قرار كأنما نشطت من عقاب سبحان الله قال فالحمد لله نامت بعدها نومة طويلة ثم قامت ولم يصيبها شيء فرجع يقول الشيخ يقول لي فرجع إلي الرجل وقال يا شيخ اللي حصل كذا وكذا وكذا قلت الحمد لله الذي شفى امرأتك يقول بعد ثلاثة أيام دخل الجن في قريبة له أخرى فلما صرعت طبعا كانوا قد علموا بالقصة فاتصلوا به فجاء وقرأ عليها وخرج بعدها بأخت لها أو قريبة لزوجته يقول فجاء إليه وقال يا شيخ يعني سبحان الله هؤلاء الشياطين الآن يدورون حولي قال قلت له يعني اعتصم وعوذ نفسك وأهل بيتك بآية الكرسي سبحان الله أي نعم الله نعم وعلى نحو هذا ذكر الأستاذ دكتور عمر المقبل عن نقل عن رجل يعني حدثه بالقصة أنه أحدهم أتى إلى ساحر وطلب منه أن يسحر فلانا واتفق على مبلغ وبعد مدة وكل مرة يتصل عليه قالوا أعطيني مهلة يومين ثلاث أسبوع بعد أسبوع قال له والله يعني إني لم أستطع دخول الحي الذي هو فيه لأنه يعني من أهل الأذكار صحيح نعم صحيح فذا معتصم بالقرآن أني ما قدرت أصل له أصلا وفيها الأخ داود الذي جاء مرة في قناة المجد والصديف وهو ساحر كان يمني تاب الله عليه نسأل الله يتوب علينا وعليه يقول إني كنت مع عادل المقبل نعم مع عادل المقبل ومع عبد المحسن الأحمد مرة أيضا خرج في محاضرة واحدة يقول كنت مرة أمثل في ضرب بدني بالخناجر فكان الخنجر فيما يرى الناس يدخل بطني ويخرج من ظهري نعم. قال فدخل شاب أعرفه فلما رآني قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فدخلت السكاكين في بطني ومزقت أمعائي سبحان الله وسقطت أمام الناس وأخذت إلى المستشفى وبقيت فيه ثلاثة أشهر يقول فلما جاء الشياطين قلت لهم ماذا أصابكم قالوا لما دخل هذا الرجل قرأ الآية يقول طرنا وخرجنا من المكان الذي كنا فيه الله فالله أي نعم. خير حافظ أي نعم. قال فقلت لهم لا أرضى عنكم ولا أعود لما كنت عليه حتى تقطعوه لي قالوا أبشر نحن سنفعل به ونفعل حاولوا على مدى ثلاث سنوات وهم يحاولون يقول حتى إني أخذت شيئا من ملابسه ولم أستطع أن أصنع به شيئا قالوا هذا الرجل يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة الله أكبر نعم. فالله خير حافظ أستاذنك